السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافت. في البداية إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة، أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد، وأتمنى ما تنسون اللايك والتعليق على الفيديو إذا حبيتوا، لأن رأيكم يهمني. راح أعمل صابون حليب الماعز. مكونات الصابون 350 ملي حليب ماعز مثلج، و300 ملي زيت جوز الهند العضوي، و170 هيدروكسيد الصوديوم، و300 ملي زيت زيتون، و30 ملي من زيت إكليل الجبل العطري، مكعبات ثلج، و30 ملي من العسل وماء. وأهم الأدوات اللي راح نحتاجها ميزان إلكتروني، وقفازات، وسباتيولا سيليكون، وأوعية بلاستيك. ما نستخدم أوعية أو قدور من المعدن لأنه يتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم، وأهم شيء الحذر عند استخدام هيدروكسيد الصوديوم والعمل في مكان فيه تهوية حتى لا تسبب الأبخرة المتصاعدة منه في مشاكل للجهاز التنفسي. وابعدوا الأطفال والحيوانات الأليفة عن المكان لأن هذه المادة خطيرة. هنا أضيف هيدروكسيد الصوديوم على حليب الماعز المثلج على دفعات قليلة، وأبدأ أحرك حتى يذوب جميع هيدروكسيد الصوديوم، وتلاحظون أن الحليب ارتفعت درجة حرارته. كلنا نريد بشرة جميلة وناعمة ومتوحجة، وهناك منظف طبيعي الكل اتفق عليه وهو صابون حليب الماعز، وهو بطبيعته كريمي وناعم على البشرة، ويكافح ويزيل مشاكل البشرة مثل حب الشباب والتهاب الجلد، ومثالي للبشرة الجافة حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات مثل فيتامين E وبي 1 وبي 2 وسي ودي، ويعتبر منظف طبيعي للبشرة ومضاد للالتهابات حيث يحتوي على كمية كبيرة من الخصائص المضادة للالتهابات. ويكون شراء هذا النوع الطبيعي من المتاجر الصحية مكلف جداً. بالنسبة للرائحة أضفت إكليل الجبل لفوائده الكبيرة. تقدرون تضيفون أي زيت تفضلونه، مثلاً زيت البرتقال أو الليمون أو اللافندر، وممكن إضافة أغصان اللافندر في النهاية. هنا أخلط جميع الزيوت مع بعض، ثم أضيف لها محلول هيدروكسيد الصوديوم وحليب الماعز، وبعدها أخلطها بخلاط يدوي بحيث أنه يكون هذا الخلاط خاص للصابون ما نستخدمه في الطعام. وفي النهاية أضيف الزيت العطري. هنا أضفت زيت إكليل الجبل، وتقدرون تضيفون زيت الليمون أو البرتقال أو الورد. هنا صبيتها في القالب الخشبي وكنت مغلفتها بورق الزبدة. أهم شيء يكون القوالب
من السيليكون حتى يسهل استخراج الصابون منها بعد الجفاف. أترك الصابون لمدة يوم كامل ثم أخرجه من القالب وقطعه واتركه مدة 5 أسابيع قبل الاستعمال حتى يروح أي أثر للهيدروكسيد الصوديوم. هذه قوالب سيليكون خاصة في الكيك تقدرون تستخدمونها في عمل الصابون. الأفضل وضع الصابون على شبك بحيث يتهوى من الأعلى ومن الأسفل لمدة 5 أسابيع قبل الاستعمال. ممكن إهداء الصابون إلى الأم أو الأخوات أو الصديقات، أو ممكن عمل مشروع تجاري من المنزل بحيث يكون عندك حساب في الإنستغرام أو موقع إتسي حتى تروجين إلى بضاعتك. مثلا أنا جبت صور من موقع إتسي لها قطع من هذه الصابون، في قطع على $7 والقطعة الثانية على $8 والقطعة الثالثة على $9، وهذه الأيام صار الطلب على الشغل اليدوي كبير خاصة إذا استخدمت فيه مواد طبيعية وأورغانيك، والكثير من الناس بدأوا يبتعدون عن الصناعات الكيميائية والمضرة بالبشرة لأن أغلبها مواد حافظة وغير معروف مصدرها. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك وإضافة القناة.